جديد يسعد صباحكم مشاهدينا. مباشرة رح نكون مع أولى فقراتنا الحوارية لهيدا اليوم اللي خصصناها لنحكي أكثر عن محمية غابات الفرنلوق، لحتى نحكي أيضا بالتفصيل عن وحدة تصنيع غابات الفرنلوق، ولحتى نحكي كيف عم بيقدروا الأسر الموجودة هنيك تمكين الأسر الريفية ضمن هيدي المحمية وضمن أيضا وحدة التصنيع. لحتى نحكي أكثر بهيدا الموضوع معنا بالاستديو ضيفنا الأستاذ سومر مريم مدير محمية غابات الفرنلوق. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. وأيضا معنا الأستاذ ياسين سليمان مهندس في وحدة التصنيع الغذائي في محمية الفرنلوق. يسعد صباحك. صباح الخير، أهلا وسهلا. يسعد صباحكم ضيوفنا، أهلا وسهلا فيكم. بداية إذا بدنا نحكي عن تنوع الحيوي الموجود بغابات الفرنلوق، نحكي عنا أكثر قديه ممكن نكون عم تحوي هيدا التنوع وحاصل عليه. طبعا غابات الفرنلوق من الغابات المتميزة بغناها بالتنوع الحيوي، غابات أوجية، غابات ناضجة. طبعا بالمحمية صار مسح لكافة الأنواع النباتية والطيور والثدييات، ومن خلال النتائج طلعت معنا من أغنى المحميات، وهي موقع الاستراحة للطيور المهاجرة بمحمية الفرنلوق، بالإضافة إلى غناها بالنباتات الطبية والعطرية، غناها غنى الطبيعي، السياحة البيئية بالمحمية. يعني نحن هون طبعا نحن اللي عم نحكي عنه انه هي الغابه وهي المحميه وهي التنوع الموجود اللي فيها بدنا نحميه بالتعاون مع المجتمع المحلي من خلال خرق فرص عمل له، واهميه هي المحميه مشان يحميها ومشان نستدام. اول شيء تستدام المحميه بغناها ونستدام فرص العمل للمجتمع المحلي. تماما، وهيدا الشيء اكيد يعني كان بوجود وحدة التصنيع. استاذ ياسين خبرنا اكثر عن وحدة التصنيع. يعني نحن بلد زراعي، بلدنا في تنوع حيوي كثير كبير، هالشيء بيوفر الامكانيه للنهوض بالصناعات الغذائيه اكثر. طبعا حاليا الصناعات الغذائيه بتساعد بتحسين دخل تحسين مستوى دخل الفلاح. طبعا نحن بالنسبه لمحميه الفرنلوق في وحدة تصنيع الكونسروا ووحدة تصنيع الالبان. وحدة تصنيع الكونسروا مثل دبس الخرنوب، الرمان، العسل، طبعا بالنسبة لشجرة الخرنوب هي شجرة حراجية هامة جدا موجودة بجبال بكثرة كتير كبير. نحن بنشتري بالمواسم، موسم الرمان والخرنوب بنشتري بالثمار بأسعار مناسبة. هذا الشيء بيساعد طبعا اللي عنده طبعاً مشروع، خلينا نقول مشروع صغير دخل للأسر. هالشيء بيساعد المجتمع المحلي انه يحافظ على الشجره اكثر. تماما طبعا، وبنعطيه سعر تشجيعي لإله. ونحن بنقوم بعمليه التصنيع، مثلا عندنا وحده التقطير. طبعا نحن التقطير بيكون بمواسم معينه مثل ماء الزهر وماء الورد. طبعا وبقيه السنه في عندنا نباتات طبيه وعطريه بنشتريها من المزارعين كمان بسعر كويس، وهذا الشيء بيشجع المجتمع المحلي انه يزرعها ويهتم فيها أكثر وبيأمن له مصادر دخل. طبعا نحن بنستخدم نتيجة التصنيع عندنا تطور التصنيع، نحن في عندنا حديقة نباتية موجودة جنب وحدات التصنيع، كمان بنستخدم من النباتات الطبية والعطرية لصناعتنا، وهالمستخلصات الناتجة عن العشبية، المستخلصات العشبية بنستخدمها كمان بصناعتنا. وفي عندنا وحدة تصنيع الألبان، طبعا معروفة قطاع الألبان والأجبان يعني مصدر دخل أساسي للأسر الريفية. طبعا بالنسبة لنا نحن بنستجر هاي المادة الحليب بأسعار ممتازة وتشجيعية للمربي. المربي بدل ما يقوم يقتطع الغابة ويسخن الحليب ويصنع الحطب، نحن بنقوم بتجميعها بمكان واحد، وحدة التصنيع بنجيب من المربيين بأسعار ممتازة وتشجيعية، ونحن بنقوم بالتسخين على البخار. طبعا عندنا معدات حديثة وأجهزة حديثة بنقوم بالتسخين على البخار من خلال استخدام نواتج التربية والتنمية. طبعا هالشيء بخفف من اقتطاع الغابة والاحتطاب، هذا الشيء كمان بيأمن مصادر دخل للناس الموجودين للمجتمع المحلي. كونه وحدات التصنيع بتحتوي على عمال بعدد منيح، يعني هذا الشيء خلانا ندرب العمال ونأهلين، وهذا الشيء أضاف لنا كثير من الخبرات والمعلومات. طبعا هذا الشيء جعلنا نقوم من التحويل المنزلي البسيط لغرض الاستعمال الشخصي والعائلي لتحويل إلى التصنيع الغذائي القائم على الدقة والجودة والحرفي والمنفتح السوق. تمام كثير حلو، هيدي نقاط كثير مهمة انه دائما نكون يعني ما نرعاها، وخصوصا مثل ما ذكرنا انه هن عم بيكونوا حماية لهيدي الغابات. خلينا نعرف اكثر كيف عم بيساهموا المجتمع المحلي، وهل عم بيكون في تراخيص معينة لبعض الأسر او لكل الأسر باستخدام منتجات الغابة مثل ما ذكرنا في
أشجار ذات استخدام أكثر من استخدام، يعني ممكن نستفيد منها من منتجاتها وأيضا من وجودها بهيدا المحمية. هلا في نحن المجتمع المحلي له حق انتفاع موضوع التدفئة الغابة اللي قريبة منه، أكيد نحن كجهات حراجية قائمة لما بده يكون المجتمع والأهالي قريبين على الغابة. هلا نحن عملنا نقطة كتير أساسية بتواكب هذا الموضوع، عملنا مسح اقتصادي واجتماعي بالمحمية. ندخل على المنزل انه انت شو بتستفاد من الغابة، نحن زرعنا فكرة انه الغابة هي كل شيء بالنسبة لك. بأول كان جواب نحن ما بنستفاد شيء، يضيفنا زهورات نقول له هاي زهورات من وين، يقلنا من الغابة. المي قال لي انا ساحبة من الغابة. الصوبة هي اللي عم تدفع عليها من وين؟ من الغابة. يعني احنا شعرناه بأهمية الغابة، انه الغابة هي عم تقدم له كل شيء، عم تقدم له استقرار، استقرار مادي واجتماعي ومعنوي، وبترتبط بثقافته بتاريخه. وبين هاي النقطة انطلقنا انه لا نحن هاي الغابة بدنا نحميها، وقصة بدنا ننطلق لقدام اكتر، بدنا نزرع بمزارعنا. زرعنا بالمزارع النباتات الطبية والعطرية المهددة بالانقراض. يعني نحن من خلال مسحنا كان الزعتر البري والخليلي من الانواع النادرة والمهددة، زرعناها بمزارع، صار المجتمع المحلي لا بيزرع، ما بقى بيصير في جمع جائر لألا. انتقل لموضوع التصنيع، التصنيع المنزلي ببعض المواقع نحن شفنا ما هو اقتصادي ولا هو تسويقي، لهيك عملنا وحدات التصنيع اللي تفضل فيها استاذ ياسين، وجمعتنا كل شيء بنقطه واحده، نقطه واحده عم تطلع عنا كلفه جيده، جوده ممتازه، في فنيين بكل الاختصاصات عم يشرفوا على هذا الموضوع. والاهم من هذا كله انه نحن اللي عم نسوق، نحن عنا نافذه بيع ضمن المدينه، نافذه بيع على الطريق العام هو طريق سياحي اللاذقيه كسب، وبالاضافه لهذا الموضوع فرص العمل. تمام. نحن عنا المطعم البيئي فرص عمل المجتمع المحلي، وحدات التسويق كلها من المجتمع المحلي، وحدات التصنيع من المجتمع المحلي، المزارعين نحن عم نستجر منهم الحليب، نحن في عنا أسر صح في فرص عمل بس في كمان أسر مستفيدة. يعني أنا لما عم اجمع حليب بسعر مناسب من المجتمع المحلي هون أنا بكون خليته يتمسك أكثر بالمنطقة بالأرض. يعني احنا حاليا اقرب موسم كان السماق، السماق لما اجوا التجار ليجمعوا ب 11000 12000، نحن شفنا من الناحيه الاقتصادي ونحن بالسوق ونحن عم نسوق اعطينا 16000، لزمنا التاجر يعطيه 16000 للمزارع، هون المزارع استفاد اكثر، ارتبط بارضه اكثر، بالاضافه حصل عقيمي مضافي وقيمه اقتصاديه افضل للمنتج اللي هو لازم يتمسك فيه. هون بقى بتجي أهمية إنه بقى المزارعين بيصيروا يهتموا بهيدون الأشجار والنباتات طبعاً. اللي عم تدرلهم هذا الدخل أستاذ ياسين، يعني نحكي كيف عم بيكون هيدا الاهتمام سواء بالأشجار اللي ممكن يستفيدوا منها بمشاريع معينة، بالنباتات العطرية، هيدي الأشياء اللي ممكن هن يكونوا داخلين فيها بمشروع صغير وأنتوا يعني بترفدوهم بمواد وبتساعدوهم. مثل ما حكى الأستاذ سومار طبعا هو بصير المجتمع المحلي بيهتم بالشجرة، بيهتم بالنباتات الطبية أكثر، يعني هلا صار عم يزرع النباتات الطبية تصير له دخل عم مدار السنة أكثر، فهذا الشيء زاد اهتمامه بالغابة وخفف من الاقتطاع والاحتطاب عليها. تمام. يعني كمان هون خلينا نحكي عن نقطة إنه كمان تقييد الاعتداء على الغابة نوعا ما، في قوانين بتلزم المجتمع المحلي أو كان الأشخاص اللي ممكن يتعدوا على هيدي الغابة. نحكي عن هيدي النقطة وقديه مهمة إنه دائما يكون في رعاية لهيدا الموضوع، تنظيم لهيدا الموضوع، بحيث إنه ما يكون في خلينا نقول اعتداء جائر، فقدان بعض الأنواع أو نقصان بعض الأنواع. هلا نحن كجهات قائمة بالمحمية عم نعمل عن نقطة أساسية اللي هو المجتمع المحلي ساعدنا بحماية الغابة. يعني لما بيجي حدا خارجي بده يحاول يعتدي على الغابة أو يحتطب، نحن كعناصر حراجية ما فينا نغطي كل المناطق اللي هي، يعني ما لهيك نحن بحاجة كتير للمجتمع المحلي من خلال التوعية بأهمية لهي الغابة اللي حكينا عنها، بالإضافة لمنع أي حدا بده يدمر الغابة أو يأثر على الغابة من ناحية الاحتطاب. يعني نحن حريق معين بالوقت الحالي اللي وأغلب نحن بنشوف اللي استفادوا من المحمية ومن فرص العمل فورا بيبلغ عن الحريق وبده يساعدنا بالحريق. نحن بنطلع على الحريق هلا قد ما كنا نحن كحراجيين وكفنيين، المجتمع المحلي هو يعني أخبر بالمناطق وبخطوط النار، وهذا برز كتير بالحريق الأخير. إجوا جهات ودعم من كافة المحافظات
والاطفائيات عندنا بمديريه الزراعه، بس نحن ساعدنا المجتمع المحلي بنقاط تطلع نقطه نار بحكم الرياح من نقطه معينه انه لا نحن لازم نطلع من هذا الطريق، هذا صار يوفر علينا كثير، صار شريك بعمليه الحمايه وبعمليه اخماد النار حتى المجتمع المحلي لو انه ما انه موظف ضمن فرق الاطفاء. تماما. إذا بدنا نحكي أكثر ونفصل عن وحدة التصنيع ضمن هيدي المحمية، يعني نحكي عن الآلية العمل فيها، الآلات اللي موجودة ممكن يعني توسع عملكم، يمكن أكثر عم يصير في مشاريع جديدة، أصناف جديدة يمكن دخلت بالإنتاج. طبعا من لما بلشنا بوحدة تصنيع الألبان كان الاعتماد على كمية قليلة، كانت الخبرات ضعيفة، مع الزمان صارت الخبرات أكثر بإقامة الدورات بزيادة فرص العمل، صار عندنا اتساع بعدد الأصناف اللي عم نصنعها، صارت طرق التصنيع حديثة متطورة، زادت العدة المستخدمة زاد حجمها، المكان فرص العمل زادت أضعاف مضاعفة. نحن بنعتمد الطرق الحديثة، التسخين على البخار والتصنيع على البخار لمنتجاتنا، ونحن منتجاتنا بتتميز بالجودة وبنصنع أصناف عديدة مثل اللبن واللبني والشلل والجبن البلدي والشنجليش القريشي. هذه الأصناف كلها بوحدة تصنيع الألبان والأجبان طبعا. الكونسروة أيضا خبرنا عنها شو داخل بالتصنيع. داخل بالتصنيع دبس الخرنوب، دبس الرمان، العسال، كله يعني عم بيكون تحت رقابة وبرعاية طبعا دائما. موضوع التسويق فنيين وخبراء يعني تمام. موضوع التسويق استاذ كتير موضوع مهم، ذكرت فيه اكثر من نقطه للبيع، نحكي عن الاقبال على هيدي النقاط قد ايه عم بيكون يعني، وخصوصا انه هيدي اشياء طبيعيه فالتسويق لها ممكن يكون اسهل من غيرها. هلا الاقبال عليها دائما في تزايد بالاعداد وبالتوعي لاهميه هذا المنتج وشو الفوائد يعني، حتى نحن كثقافي بننشر الوعي صاحب المجتمع المحلي كمان بالزائر وبالزبون اللي بيدخل على المحمية. يعني قد يجوز او في كثيرين عالم دبس الخرنوب ما كانوا سامعين فيه، صحيح. ونحن بالبدايه نحن باشرنا من 2011 كانت الكميات المسوقه كثير ضئيله، هلا حاليا ما بنلحق على الكميات اللي موجوده بدبس الخرنوب شو اهميته وشو انواعه. زعتر المائده، زعتر المائده نحن في 5 انواع حراجي نستخدم فيها. ممنوع نستخدم ملح الليمون، لا، السماق هو النبات الحراجي اللي له قيمه غذائيه ماضي مضاده للاكسده. كل نظهر قيمه هذا المنتج من ناحيه الطبيعيه او قيمه مضافه له، بحيث انه انت كزائر على هذا المكان عم تاخذ منتج كويس. طبعا نحن حريصين كثير على السعر، نحن دائما في عنا كلفه، لهيك نحن حكينا موضوع وحدات التصنيع بنحاول نطلع المنتج بكلفه جيده وبجوده عاليه. طبعا دائما في عنا تطوير بموضوع الامبلاجات واللصاقات، والدليل نحن الارقام وعدد الزوار اللي بيزوروا عنا المركز، دائما في تزايد، الكتله اللي عم تزيد دائما افضل، كل موسم نحن عنا تقييم وداتا لكل الانواع الموجوده. السنه الماضيه شو سوقنا، السنه هذه لا سوقنا افضل، اذا في منتج تراجع والحمد لله ما في شيء عم يتراجع من قيمه، اذا كان في بطء من قيمه من ناحيه الجوده من ناحيه السعر، لهيك يوصل هذا المنتج بسعر مناسب وبجوده عاليه، بالاضافه للتوعيه اللي بدنا ننشرها للزائر ضمن الكشك لاهميه هذا المنتج وجودته. حتى المطعم البيئي يمكن هو كمان نافذه للاكلات الصحيه وفرصه للاشخاص اللي بيحبوا يدوقوا هيدي الاكلات ويتحولوا للغذاء الصحي، نحكي عن هذا الموضوع اكثر وقد ايه مهم دائما تفعيل هيك اماكن. هلا هو حلقه تسويقيه اضافيه وفرص عمل للمجتمع المحلي إضافي. اثنين هو صورة مصغرة، نحن المكان الموجودين فيه هو صورة مصغرة عن الريف الساحلي السوري، يعني نحن حتى الكرسي اللي مشتغلين هي قريبة على كرسي التوت القديم اللي كانت بالريف الساحلي. المنتجات الطبيعية، يعني على سبيل المثال نحن عنا التنور قد يجوز بالظروف الحالية أي زائر على محافظة اللاذقية بده يقطع 20-30 كيلو متر لياكل محمرة أو مناقيش أو فطيرة الجبنة والسلق على الحطب البلدي الطبيعي، في عنده كلفة. لا، انت كزائر جاي على اللاذقية او احيانا واحد عم يكون في عنده ضيف، لا بيزوروا هذا المكان، البيض البلدي، الزبده، المكدوس، كل الاكلات القديمه التقليديه اللي انت بتدخل على اي بيت بالريف الساحلي لازم تكون موجوده عندنا بالمطعم. طبعا نحن غايتنا هي تسويقيه للمجتمع المحلي، ابراز اهميه المنتج
بالإضافة لنعطي صورة يعني حلوة عن الريف الساحلي ضمن هذا المكان. تماما. أستاذ ياسين ذكرت أنه عدد لا بأس فيه يعني عم بيكون بوحدة التصنيع يعني عم تشغل أيدي عاملة من المجتمع المحلي وفرص عمل تماما يعني لائما لازم يكون أيضا في دورات تدريبية ذكرت طبعاً. أيضا هذا الموضوع كيف عم يكون إشرافكم على هذه الدورات لتزيد الخبرة عند الأشخاص اللي عم يشتغلوا طبعا هي بشكل متكرر هالدورات بشكل دوري دائم من هالدورات ونحن كل ما عم نتطور كمان نحن المسؤولين عم نزيد خبراتنا من الخارج دائما ننتج منتج بجودة أفضل وبسعر مناسب وبينافس بالسوق طبعا هي زيادة فرص العمل الثابتة بوحدات التصنيع هاي فرص عمل ثابتة وفرص العمل اللي بيكون خارج الوحدة أنا بحافظ من خلال وحدة تصنيع الألبان بحافظ على سبل العيش لصغار المزارعين لصغار المزارعين من خلال تعزيز الإنتاج الحيواني وتحسين إنتاج الألبان بتطلعوا لعندهم يعني كل حدا ومشروعه وين بيكون طبعاً. الإشراف طبعاً. عليه بتقدموا لهم خدمات متابعة معي بكل شيء ممكن يكون في خدمات إضافية تقدم لإلهم لزيادة الإنتاج طبعاً. ليكبر طبعاً. المشروع أكثر دائماً بنحسن على زيادة الإنتاج دائماً بيكون في يعني خلينا نقول معايير أساسية تبدأ من القطاف وخلينا هون عم نحكي عن الزهورات يمكن فطريقة معينة للقطاف وقت معين هل مثلا عم بتكونوا مع المزارعين بهذه الفترة عم ترشدوهم بحيث انه ما يصيب الضرر للنبتة الأساسية طبعا هاي الشيء كان موجود من البداية المزارع حاليا صار عنده خبرة وفكرة تامة لأنه صار عم يزرعها يستفاد منها ويعمل مصدر دخل لإله هي الزهورات وأغلب النباتات الطبية والعطرية صار نحن عم نستجر من المزارعين بسعر مناسب لأن صار عندنا خبرة وصار في سعر تشجيعي وصارت مصدر دخل أساسي لإلي تمام أستاذ صومر يعني بنعرف نحن هلا في حملات تشجير عم تقام بالتعاون مع مديرية الزراعة بالعديد من يعني الجمعيات الفرق التطوعية اللي عم تطلع لهيدي المناطق الحراجية وتقوم بالتشجير هون محمية الفرنلوك عم يكون إلى حصة بهيدي الحملات حملات التشجير هلا طبعا نحن في تركيزنا على الجهة الجنوبية من محمية تشجير بالأنواع الحراجية اللي لها قيمة اقتصادية في فكرة حاليا لموضوع البزر ضمن الغابات يعني قدر الإمكان نتوجه على الشيء الطبيعي على التجدد الطبيعي المحمية طبعا بجهود الكل ما بدنا نسمي إذا الجمعيات ولا الجهات الحكومية ولا نحن كزراعة نحمت من الحرائق بشكل كتير كبير يعني التشجير حاليا بيتركز ببقع ضيقة بالجهة الجنوبية اللي تعرضت قبل للحريق بالإضافة نحن حددنا الأنواع اللي بتناسب الارتفاع التربي الناحية الاقتصادية هون كثير مهمة هلا نحن مثلا الجهة الجنوبية على ارتفاع 300 متر في عنا الغار في عنا الخرنوب حاليا عم نفكر السماق بشكل كتير كبير بجوار الأراضي الزراعية حتى تكون قريبة من الأراضي الزراعية اللي هو مناطق حراجة ويستفاد منها المجتمع المحلي لأنه السماق بيثبت التربي وإنتاجه سنة سنتين بده يعطينا إنتاج وإنتاجيته عالي هلا أنا عامل دراسة مثلا كعنبات السماق فقط بالناحية الاقتصادية انه نحن دلم السماق في حال انت اعطيته حقه حتى ضمن الاراضي الزراعية انت بيعطيك حوالي طن الطن حاليا سعره السعر الحالي كان 15-16 مليون ما بده هالعمليات الخدمة الزائدة تقليم مرة واحدة نحن عم نحكي عن منتج واحد تماما سماد قد يجوز مي اذا في تربة خصبة ما في داعي لها وري واحدة حتى لو ما ري ما في مشكلة بس طبعا إذا نحن عم نحكي عملية تقليم واحدة أو ري وريتين بتعطي إنتاجية كتير عالية لهيك نحن التشجير حاليا عم نركز على الأنواع الاقتصادية ونقطة كتير مهمة عم نحاول نحن الأهالي اللي بدهم حتى يزرعوا بالأراضي الحراجية متابعة هذا يعني نحن ما بدنا حاليا في توجه ما أنه نزرع هاي الغرسة ونتركها لا في متابعة من قبل المديرية عنا للشيء اللي بدنا نزرعه لازم نستمر فيه وعملنا شواهد بأكثر من نقطة بأم الطيور اللي هي قريبة وهي محمية قريبة على المحمية كانت نسبة الإنبات جيدة جدا والمتابعة وصلت أنه هاي الغراس استمر 90-95% بحالي جيدة يعني المنطقة مناسبة لهذا الاستثمار طبعا نحن دائما النوع بدنا نزرع بناء على التربة الارتفاع المعرض كل هاي الأمور في دراسة كاملة لها هون المزارع دائما لازم يتوجه للوحدات الإرشادية للأشخاص اللي عندهم خبرة بهذا المجال أنه شو المكان الأنسب من أرضه لحتى يزرع لهذه القصة عم بتكونوا معهم خلال هذه الفترات ولا مقتصر يعني للقصة على هلا نحن كمحمي شقنا حراجي أكثر طبعا نحن بندخل للمزارع كإنتاج
كثمار كتصنيع بشكل أساسي. أما نحن في عنا الوحدات الإرشادية في تعاون كتير كبير، نحن بيكون نقطة ضعف معينة عنا بالمحمي، قد يجوز من ناحية من فترة مشكلة الحليب، إنه في عنا نقص بالسروة الحيوانية بشكل كتير كبير. توجهنا على مديرية الزراعة إنه شوفينا نحن نعمل للمزارع بهي المنطقة، لأنه السروة الحيوانية إجت منحة على في للمنطقة، عملت نقلة نوعية وصار المزارع عم يتمسك أكتر بكتير بهذه السروة الحيواني. طبعا عملنا من خلال الوحدات الإرشادية، قد يجوز يكون في نقص أو قلة جودة بمحصول معين من خلال الثمار اللي عم توصلنا، كمان متواصل مع الوحدات الإرشادية نعالج المشكلة. تمام. هون في ممكن معوقات أو صعاب معينة ممكن تواجهكم أنتم ضمن يعني ضمن وحدة التصنيع، أو حتى تواجه الأشخاص اللي عم يشتغلوا اللي عندهم مشاريع، كيف عم بيكون هون التوجه لحل هيدي المعوقات إن وجدت؟ هلا بالنسبة لأصحاب المشاريع دائما المعوقات بارتفاع الأسعار مواد العلفي وهيك، دائما هاي المعوقات والطبابي دائما هي ما تكون معوقات للمربي. طبعا احنا عندنا المعوقات بتكون الطاقه الكهربائيه احيانا كثير عائله. في ممكن يعني افكار لتوسيع هيدي الوحده اكثر، ادخال اصناف جديده غذائيه جديده؟ طبعا في افكار لقدام، نحن عم نتطور بمراحل يعني في افكار لقدام، في مشاريع لقدام ان شاء الله بدها أكيد. يعطيكم العافية على هيدا الجهود اللي عم بتقوموا فيها لتحسين وتطوير هيدا المجال. بدنا نشكرك الأستاذ سومر مريم مدير محمية غابات نفرن لوك نورد، صباحنا يعطيك العافية. أهلا وسهلا. والمهندس ياسين سليمان وحضرتك مهندس في وحدة التصنيع الغذائي في محمية نفرن لوك نورد، صباحنا أهلا وسهلا. شكرا لكم، يعطيكم العافية.